تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المركز الطبي المخصص لمعالجة الحالات القائمة الخفيفة والمتوسطة ومتابعتها والكائن في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور أعضاء الفريق الوطني الطبي وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي. وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما رفع معاليه جزيل الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على متابعة سموه الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد من أجل تعزيز صحة وسلامة الجميع. وأكد معاليه أن الخطط الاحترازية والاستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة تأتي في إطار تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة. وأشاد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالجهود الوطنية المخلصة المقدمة من قبل الطواقم الطبية والصحية، حيث وجه معاليه خلال الزيارة كافة الكوادر الطبية إلى ضرورة مواصلة الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع الحالات التي يباشرها المركز، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة كافة أفراد المجتمع البحريني. هذا المركز مهيئ لهالموضوع هذا كله على اساس استقبال الحالات اللي في البيت اصلا، وكانت يعني اوريدي انها معروف عنها انها مصابه بالكوفيد، فيجون هنا حتى يشوفون حالاتهم ان هل يحتاجون يعني تصنيف حالتهم، هل هي حاله شديده او حاله خفيفه او حاله بسيطه، فيعني على اساس يقدمون لهم خدمه، اذا كانوا يحتاجون خدمه اكثر طبعا يحولون الى المستشفيات، اذا كانوا علاج يعني بسيطة أو إذا كان في شيء إضافي بالنسبة للكوفيد كإصابة بسيطة أو شيء من النوع يتعالج هنا في هالمركز هذه على أساس أنه يعطونا العلاج الكافي ويرجع البيت في أقرب وقت ممكن. فهذا حكي يخدم يعني الحالات اللي تدخل المستشفى من حالات الكوفيد ما تزيد عن 5% تقريبا، لكن عندنا حول 95% كلهم مصابين ومصنفين انهم بوزيتيف لكنهم اكثرهم في البيت، لذلك لازم يصير لهم حال يعني مكان خاص يتعامل معهم في ناحيه اي حاله اضطراريه او حاله شديده او اي تطور في الموضوع. فهذا السنتر حقيقه يسوي كل الخدمات، فهو يعني عنده كل الفاسيلتي الموجوده.